قواتنا الباسلة على أفراد عصابة إرهابية تابعة لجبهة النصرة بكمين محكم في منطقة الشيخ مسكين، ومن الإرهابيين القتلى فواز قطيش الملقب بقناص الإسلام. استهدف بواسل قواتنا تجمعات الإرهابيين وأوكارهم في داعل وطفص والمزاريب واليادودة وفي المزارع الكائنة شمال معمل كونسروا قرب منطقة العجمي، وفي نافعة والشجرة وسحم الجولان بريف درعا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم وتدمير أدوات إجرامهم. وفي مدينة درعا قضى بواسل قواتنا على أعداد من الإرهابيين في درعا البلد وطريق السد وحي الحمادين، منهم جنسيات غير سورية. ومن الإرهابيين القتلى محمود السلمان الملقب بأبو حذيفة أردني الجنسية، والليبي أبو قتادة، والسعودي إبراهيم الخمري. وفي دير